كيسو حبيبي. حبيبي ازيك؟ ازيك يا بابا عامل ايه؟ تمام، وحشتني كتير. وانت كمان وحشني كتير كتير. نجاحك ده طبعا من فضل ربنا ودعوات والدتك اللي تدعي لك كل وقت يا محمد. الحمد لله. انا قلبي معاك. انت خايف؟ يعني شويه توتر بسيط. ده اللي بتحس بيه الليله دي بتبقى امر طبيعي جدا. خلاص انت قربت جدا من تحقيق حلمك. عايزك تصدق ان موهبتك كبيره قوي وابواب كتيره ان شاء الله هتتفتح في وشك باذن الله ومستنياك. يا رب ان شاء الله يا بابا يا رب. محمد عباس من مصر، مهندس ديكور وصاحب حلم بدأ من اول مواسم ستار اكاديمي. آمن بقدرته على تحقيق الحلم وتقدم على الكاستينج. واللي جرى واللي جرى. صوته لفت الأنظار وقبل ساعات من البرايم الأول تأكد إنه حلمه رح يصير حقيقة. أنا ما رح أسمح لك أبداً أبداً أبداً. اتقدرنا من قبل محمد، ومن هيديك اللحظة بلش الحلم يكبر. محمد عباس من مصر. تميز محمد بصوته الناضج المسقف والراقي. مالك يا حلوة محمد عباس؟ كان مثال للطالب المجتهد والمثابر، عرف نقاط ضعفه، اشتغل على تحسينها وقدر يتخطاها. يا قلبي ملك، أنا قلبي ملك، يا قلبي ملك، أنا قلبي ملك، بعيونك كل ليلة أحلام. بخلال 15 برايم، أبهر الجميع بقدرته على أداء عدة ألوان غنائية بمستوى عالي جدا. وأتمنى لو أنسى وانسى روحي وياه وانضع تبقى فداك لو تنساه. عارف ليه من غير ليه؟ عارف ليه من غير ليه؟ من غير ليه؟ ليه؟ اه يا حبيبي بحبك. أثر بالجماهير بحنانه ورقة مشاعره بالأغاني الرومانسية والوطنية. إذا كنت بعذابي راضي وجاي ترجعني، أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني. موطني موطني الجلال والجمال والسلام والدلال في رباك. بالطرب كمان قدر محمد يلمع نجمه. الشعبي كان ملعبه وقدر بهاللون يدخل لقلوب الكل. اروح له ولا اروح اشرب حدانا؟ اروح له ولا اروح وبلاش؟ كل اسبوع كان محمد عم يتقدم اكتر ويهز المسرح بصوته. من يوم لقاك حلوه الحياه. خلال 15 أسبوع بستار أكاديمي قدم أفضل ما عنده، تحول من شاب مصري ناجح لشاب عربي لامع الكل بيحكي بصوته، وصار مثال للشاب المصري المهذب الشهم الخلوق والطيب. بعد ما تخطى خطر التسميات وكان ولا مرة نومينيه، هل رح يكتمل حلم محمد الليلي ويفرح الملايين اللي ناطرة نجمة يلمع؟ أطلق يدي
فخورين بيك يا محمد، انت اصبحت نجم. ده محمد اللي احنا عرفناه واللي مفيش حاجه بتوقفه. احنا مبسوطين وفرحانين وربنا معاك يا ابني، وربنا يوفقك ان شاء الله. هنستناك